نروح لأحد نجوم النادي الأهلي ومدرب حراس المرمى السابق في النادي الأهلي ومدرب حراس المرمى الحالي لنادي مصر المقاصة، كابتن طارق سليمان. ازيك كابتن طارق؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ وحشنا جدا، وتحياتي تمام الكابتن والله يا رمضان كابتن، وانت السيد. كمان والله وحشني جدا، وببارك لك طبعا على عودتك في الله البيت يخليك يا الكبير، حبيبي، ربنا يخليك. تحية. وتحياتي طبعا لكابتن رمضان. الله يخليك يا طارق، توفيق يا حبيبي. ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ وحشني والله. الحمد لله، ربنا يخليك يا طارق، وانت وحشني والله يا طارق. والله دايما يعني. بالتوفيق يا طارق ان شاء الله يا حبيبي. ربنا يكرمك يا كابتن رمضان، وسعيد دايما لما بشوفك والله، يعني الله يخليك يا طارق، محترمه الله جدا يخليك. جدا. واحد يعني اشتغلت تحت ايديك في بترول اسيوط، رب والناس الصراحه المحترمه جدا يعني بجد والله يا كابتن. ربنا يخليك يا طارق، ربنا يخليك يا حبيبي. يعني كابتن طارق، طبعا مبروك تولي المنصب الجديد كمدرب لحراس المرمى في مصر المقاصه، اعتقد مهمه صعبه يعني. كابتن اسلام الصوت واطي شويه، معلش. بقول لك يعني اعتقد ان المهمه صعبه دلوقتي في مصر المقاصه، خصوصا بعد تغيير الكابتن محمد عبد العظيم او تقديم استقالته، وكابتن محمد عبد الجليل هو دلوقتي المدير الفني. هو انا موجود يا كابتن بقالي حوالي 3 شهور يعني. ما انا بقول لك التغييره في المدير الفني. لا والله الحمد لله يا كابتن، انا بشتغل في نادي محترم ونادي الامانه يعني نادي مستقر يعني نادي ناس يعني بتشتغل في جو هادي جدا جدا، وعندك ما شاء الله لعبه كويسه واداره كويسه. فالحمد لله يعني بتقدر تطلع شغل كويس، والحمد لله انا شايف يعني محمود حمدي بقى له فتره كبيره الحمد لله ماشي بشكل كويس قوي. يعني مشاكل كتير الحمد لله كان سبب رئيسي في يعني فوز المقاصه. فاتمنى ان شاء الله، الواحد بيحب يشتغل يعني وبيحب يعني يشتغل طبعا في جو هادي، والحمد لله المقاصه هي المستقره في حاجات كتير طبعا، اداره محترمه ولاعيبه كويسه جدا، فان شاء الله يعني نطلع حاجه افضل من كده. ما عندكوش قلق من الفتره اللي جايه يا كابتن طارق؟ والله يا كابتن اسلام احنا الحمد لله يعني محققين مكاسب كويسه الفتره اللي فاتت مع كابتن عظيمه، وواصلين سن نقطه 36 وكنا رابع دوري من فتره بسيطه. ايوه. انما طبعا خسرنا الزمالك امبارح، رغم ان احنا كنا عملنا اداء كويس قوي امبارح، كنا ممكن نتعادل انما ما فيش نصيب يعني. ايوه. انما الحمد لله الامور مستقره الى حد كبير، احنا تقريبا السابع على الدوري. أيوه. عندنا 36 بونت، لسه في حوالي لينا حوالي 8 مباريات او 7 مباريات، حوالي 8 يعني احنا متأجلين ماتش النادي الاهلي يوم 11 ان شاء الله. ايوه. فالامور بالنسبه لنا الحمد لله مستقره، والنتائج الحمد لله الى حد كبير يعني نتائج طيبه. يعني انت عارف ان المقاصه كابتن اسلام في بدايه الموسم بتتكلم في حوالي 14 لاعب السنه دي اتباعوا الانديه في الدوري الممتاز. مظبوط. يعني منهم 5 بس راحوا سيراميكا. ايوه. فالمقاصه من الانديه الحمد لله اللي ولاده بلعيبه كتير، يعني رغم ان مشي على مدار اكثر من 5 6 سنين. ايوه. في لعيبه كتير لو قعدنا نعد لعيبه مشيت من انديه، سواء بقى راحت يعني بيراميدز، راحت نادي الاهلي، راحت نادي الزمالك، راحت سيراميكا، راحت البنك الاهلي، راحت حتى بره مصر زي مثلا حسين الشحات، وبعد كده رجع النادي الاهلي زي جون انطوي، زي التراوري، يعني لعيبه كتير قوي. ايوه. زي احمد سامي، زي دبه، لعيبه كتير قوي مشيت من المقاصه، والحمد لله المقاصه يعني طول عمرها ولاده بلعيبه لعيبه كويسه، وفعلا ما زالت المقاصه عندها لعيبه كويسه. كابتن طارق، عايز اسالك برضو في نقطه مهمه بالنسبه للمباراه امبارح، حتى كنت انا والكابتن رمضان بنتكلم فيها اوف اير يعني، وكنا لسه هنفتحها في الفتره القادمه. امبارح ضرب جزاء تم احتسابها على نادي المقاصه، تمام اتحسبت خلاص. طيب هل مصر المقاصه امبارح كان له ضرب جزاء؟ يعني اعتقد كانت واضحه جدا، هل ده ممكن يكون له تاثير سلبي على استقاله الكابتن محمد عبد العظيم؟ لا والله يا كابتن اسلام هي ملهاش علاقه، انما احنا فعلا امبارح يعني احنا شفنا بعد ما انا يعني روحت انا شفت ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش، لا ممكن تتحسب بشكل كبير جدا، يعني زي ما ضربه جزاء الزمالك اتحسبت وكان الحكم يعني سريع جدا في احتسابها. ايوه. يعني حتى الفار ما ادالوش، هو الفار اكد ضربه الجزاء. نعم. برضه ضربه الجزاء امبارح بتاعتنا ما انا شايفها يعني الى حد كبير، لا مو يعني سهل يعني، لا واضحه. الكره جايه في ايد الراجل، ده هي واضحه. ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان يجب ان يكون هناك تحقيق او تطبيق للعداله التحكيميه على الكل. الحقيقه مصر المقاصه والزمالك مفيش كلام، وكل الفرق والاهلي طبعا، لانه احنا في النهايه انا عايز اكسب كل مباريات انا كنادي اهلي يعني. طبعا مفيش شك، طبعا انا شايف ان امبارح يعني احنا لو خرجنا امبارح تعادل نبقى احنا زعلانين، احنا 90 دقيقه احنا افضل من نادي الزمالك، عاملين مباراه كبيره امبارح يا طارق. فعلا يا كابتن رمضان مباراه كويسه وضيعنا فرص كتير. طبعا طبعا. عارف يا كابتن احنا بعد الماتش حتى لقينا الاستحواذ 58 42 الاستحواذ، وفي فرص بتضيع ولينا ضربه جزاء ما اتحسبتش، فانما في النهايه هي دي كره قدم يعني.
ايوه اتمنى يبقى في، انا عارف ان يعني الحكم ما يقصدش طبعا، كان المفروض ان الفار هو اللي يديله ويطلعه ويبص على ضربه الجزاء ويشوفها مره واثنين ويتاكد ان ضربه الجزاء مش يعني. وبعدين انما ضربه الفار على فكره يا كابتن مرة. زي ده زي لو تفتكر مباراه الدور يعني في الاهلي، الاهلي والترجي، ما هو اللي مين ادى لضرب الجزاء؟ حكم الفار بالظبط طبعا. يعني اللي ادى للحكم الكاميروني ان هي ضربه جزاء كابتن رمضان بالظبط، الفار الفار طبعا. وهو طبعاً. ده على فكره اللي احنا قلناه مهم جماعة. جدا مهم جدا 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 يعني يعني فعلا في انت بتتكلم في يعني انت بتتكلم في ضربه جزاء يعني انت تتعادل تطلع متعادل ما تطلعش بالظبط. ولا ويا عالم بقى كان ايه اللي هيحصل كمان بعدها يعني حتى الحاله الفنيه اللي انتوا كنتوا عليها طارق في ال 90 دقيقه اعتقد الكره دي مثلا لو اتحسبت ضربه جزاء وانت احرزت منها اعتقد ان انتوا كنتوا ممكن كمان تكملوا في المباراه كمان بنتيجه افضل كمان ممكن ممكن يعني جدا ان انت لو ربنا كرمك بضربه جزاء دي ممكن تكسب يعني. فانا بس كل اللي انا بس بطلبه ان لا لا البار المفروض يشوفها مره ويجيب الحكم يقول له تعالى بص عليها بالظبط بالظبط بالظبط. هي دي بس نقطه الخلاف يعني، انما انت كفار تقول ان الكره ما فيش فيها حاجه غلط ما تستدعيش الحكم، ما يستدعيش الحكم طبعا طبعا لا لا. انما في النهايه بقول الحمد لله على طبعا احنا الاداء كان كويس، انما ما فيش مكسب ان شاء الله المكسب يجي الفتره اللي جايه باذن الله يعني. هو الاول يا طارق انا عاوز بس اوجه لك برضك حاجه، يمكن طارق سليمان يا اسلام الحقيقه انا بعتبره من مدربين حراس المرمى المميزين جدا طبعا في مصر. طبعا له بصمه كبيره على الكبار كمان الحقيقه، وليه بصمه على كل الحراس اللي بيدربهم الحقيقه، لازم اشاده باشاده بطارق. لا طارق ربنا يكرمك يا كابتن رمضان والله انا بشكرك يا كابتن رمضان ربنا يبارك لك ده حقك يا حبيبي يستحق الحقيقه من المدربين الهايلين الحقيقه. كابتن طارق رايك في اداء الشناوي يعني كان قاعد معاك فتره، رايك فيه دلوقتي وما وصل اليه الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؟ والله بص يا كابتن اسلام احنا الحمد لله رب العالمين من 2016 لما يعني كان في طبعا انت عارف نظام النادي الاهلي دايما بيبقى في سيستم في النادي ان انت بتقعد كجهاز فني مع يعني بنقعد مع بعضنا الاول وبعدين الجهاز الفني طبعا المدير الفني ومدير الكوره بيقعدوا مع لجنه الكوره وبعدها بيختاروا بقى المراكز اللي احنا محتاجينها للموسم الجديد. فاحنا 2016 يعني كجهاز فني قلنا ان احنا محتاجين نجيب حارس مرمى، فانا رشحت محمد الشناوي ورشحت عادل لطفي وكان في اتجاه ان احنا نجيب الاثنين، انما ما عرفناش نجيب الاثنين في موسم واحد. فجبنا الشناوي 2016 بعديها على طول جبنا عادل لطفي يعني جم الاثنين ورا بعض. ايوه والشناوي ما شاء الله احنا جايبينه يا كابتن اسلام واحنا عارفين ان الشناوي جون موهوب وجون عنده قدرات وكان في النادي الاهلي طبعا ومشي يعني من فتره كبيره، واللي راح لعب في حرس راح لعب في حرس الحدود ولعب في طلائع الجيش ولعب بتروجيت اعتقد حوالي ثلاث سنين وبتروجيت والولد الامانه يعني عنده مواصفات يعني مواصفات شخصيه ممتازه مواصفات جسمانيه عنده موهبه. والحمد لله لما جبناه 2016 بدا يشتغل وبدا يلعب في الفتره الاولى ورجع قعد ثاني، وبعدين 2017 بقى لما لعب موسم كامل حوالي 31 مباراه وختمها بكاس عالم رجع طبعا لعب بطوله افريقيا وبعدها بقى وهو كمل ما شاء الله بقى له اكثر من اربع سنين دلوقتي الشناوي هو الكوره رقم واحد النادي الاهلي الكوره رقم واحد في مصر عنده مواصفات ما اعتقدش ان هي موجوده في حد كتير يعني. ايوه عنده مواصفات شخصيه يا كابتن اسلام جباره طبعا يعني الشناوي مواصفاته الشخصيه بتساعده كتير جدا جدا طبعا اكيد الموهبه طبعا ده اساس طبعا ده طبعا المواصفات الجسمانيه الشناوي ما شاء الله طوله 191 زائد بقى الشخصيه بقى دي دايما بتراهن عليها بالذات في النادي الاهلي لانك انت بتتحط في انتباهات كتير بتتحط في ظروف صعبه كتير جدا بتتحط في انتقادات كتير فلو انت ما عندكش الشخصيه القويه دي مش هتقدر تكمل في النادي الاهلي مش هتقدر تكمل ده دايما دايما النادي الاهلي بيراهن على اي لعيب بيجي من بره على الشخصيه حط تحتها 100 خط فالشناوي عنده الحته دي ما شاء الله يعني حتى دلوقتي هو قائد للفريق ما شاء الله بيعمل الدور ده كويس قوي مع اللعيبه بيعمله مع الجهاز الفني الامانه الشناوي انا بعتبره هو الدور رقم واحد في مصر وهيفضل يلعب كده يعني ربنا يبعد عنه الاصابات ويبعد عنه طبعا اي حاجه وحشه هيبقى جون منتخب مصر مش اقل من 10 سنين جايين يعني ده اللي استلم بص يعني دايما انت بتيجي يعني بعد فتره الحظر مبطل ايوه بيحصل فتره كده ايه انت ما لسه ما انتش مستقر على مين يبقى جون منتخب مصر فتره كبيره ايوه لما بدا يلعب الشناوي خلاص بدات تقول ان لا في جول منتخب مصر لا خلاص زي الشناوي ده الى حد كبير في استقرار ان الشناوي يبقى جون منتخب مصر مش 10 15 سنه جايين ايوه والولد عنده تركيز عالي جدا بينزل كل مباراه بيلعبها تعتبر دي اخر مباراه بيلعبها او دي بدايه بالنسبه له عشان كده دايما تركيزه ما شاء الله تركيز الشناوي عالي جدا ايوه ده بتشوفه في كل المباريات 90 دقيقه يا كابتن اسلام الشناوي ما شاء الله مركز ما بيتصلش فكل الحاجات دي ادت للشناوي دلوقتي الافضليه ان يبقى حارس مرمى مصر الاول حارس مرمى النادي الاهلي واتمنى له التوفيق طبعا يعني لان الشناوي انا بعتبره يعني هو انا مش عايز اكبر نفسي هو يعني
اخويا الصغير يعني. لما انت كبرت يا عم طارق خلاص بقى، انت هتقول لي ما احنا لسه احنا لسه بنقول لك يا طارق انت من اكبر دلوقتي المدربين الحراس. ايوه حبيبي يا طارق بقول لك يعني اتفضل. فالشناوي ما شاء الله يعني، انت عارف انا يعني انا هقول لك سر. انا لما جينا نتعاقد مع الشناوي، انا ليا اخ مدرب حراس مرمى اشتغل في الظفر الاماراتي واشتغل في البلديه مع كابتن عبد العزيز عشافي. ايوه. ومرن الشناوي سنتين لما كان في الحمود. ياه. لما جينا نجيب لما جينا نجيب الشناوي، انا قلت له كلمت اخويا قلت له انا عايزك تجيب الشناوي وتعزمه عندك على الغدا في البيت عندك وانا هاجي لك البيت. كنت انت يا كابتن طارق كنت انت مدرب حراس المرمى في الاهلي ساعتها. كنت مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي. اوكي. فكلمت اخويا ماهر مدرب حراس المرمى، طبعا ما شاء الله يعني بقاله قاعد في الامارات فتره كبيره، فقلت له ماهر انت يعني انت علاقتك كويسه بالشناوي وبتكلمه ويجي لك يعني، تحاول ان انت مره هتجيبه كده، هبقى انا متفق معاك تجيبه البيت عندك تعزمه على الغداء وانا هاجي لك البيت، بس انا اكيد انا جاي عادي يعني داخل البيت في مدينه نصر، الكلام ده في مدينه نصر. وفعلا كلمني كابتن ماهر قال لي انا بكره ان شاء الله الشناوي هيجي يتغدى معايا. ايوه. وفعلا الشناوي انا كلمت ماهر بقى، وانا بعد ما خلصت تمرين في النادي في الجزيره طلعت على ماهر على طول، دخلت لقيت الشناوي موجود قاعد مع كابتن ماهر. قعدت اكلمه بقى في ان احنا محتاجينك بقى النادي الاهلي، فقال لي يا كابتن يا ريت وانا عندي استعداد وانا بحب النادي وانا يعني حابب ان انا ارجع تاني. دي كانت بدايتي اول مره كنت قابل فيها محمد الشناوي. طبعا انا مرنت في الاهلي زمان لما كان في الناشئين، مرنته فتره بسيطه مش كبيره يعني. ايوه. فدي كانت البدايه بقى، بدايه التفاوض مع طبعا انا بقى موضوع التفاوض بقى الخاص بقى بالتفاوض الناحيه الخاصه بقى بتبقى خاصه بالناس اللي موجوده في النادي بالظبط. انما دي كانت البدايه بتاعتي لما قعدت مع الشناوي قلت له احنا عايزينك وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي هيبقى في تفاوض ان شاء الله مع التروجيت. ايوه. وفعلا بعدها بقى طبعا ايه استلم بقى الملف المسؤول عن الملف الدكتور عصام، واستلم بعديه طبعا الكابتن امير توفيق لغايه لما بقى الشناوي بقى كده. طبعا طبعا لحد ما الشناوي جه. دي كانت بدايه يعني، دي اصلا انا بتكلم في واقع حصلت فعلا يعني. طبعا حاجه طبعا انا بقولها طبعا واقع حصل، واكيد الشناوي فاكر الكلام ده يعني. حبيبي يا كابتن طارق شرفت ونورت ودايما سعداء بوجودك، وربنا يوفقك يا رب في الفتره اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى نادي مصر المقاصه، من الشخصيات المحترمه جدا.